أستاذ إسلام البحيري، مصفف وخبير تركيب الشعر، بنرحب بيك معانا في موقع فوشي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كنت عاوزك في البداية تكلمني عن أنواع تركيبات الشعر. بص، هو في كذا تركيبة وكذا نوع، بس هي الفكرة كلها بتحكم على الكشمة اللي بيبقى قاعد قدامنا. بيبقى في كومنتات شوية في الشعر، بيبقى في حتت فاضية حتت مليانة، هي اللي دي بتفرق معانا شوية. الانواع بقى يعني على مثلا على حسب كل شعر انت بتركب بتظبط التركيب، فقول لي الانواع ايه اصلا، وايه انواع الشعر اصلا، ايه اللي انت بتستخدم عليها التركيب؟ هو النوع اللي انا بشتغل فيه نوع الشعر بيبقى النوع الهندي، اما التركيب بيبقى فيه كذا تركيبة، في تركيب رينج، في دبل فيس، في 3D، ده احدث حاجة انا لسه نازلة. ان شاء الله في مفاجأة كبيرة ان شاء الله هتتعمل، اللي هو الليزر بقى. هو ده كلمني عن شعر 3D اللي هو نازل جديد كموضة السنة دي. بص، هو 3D احلى حاجة فيه ان هو ما بيبانش، يعني استحالة ان حد يعرف ان انت مركب اطلاقا، حتى لو فرق هو مثلا جاب الشعر كله اللي قدام ما يبانش خالص ان هو تركيب. وبيبقى فايدة، يعني كان زمان مثلا الشعر التركيب ده بيوقع الشعر ومش عارف ايه والكلام ده كله، دلوقتي ما فيش الكلام ده. دلوقتي الحاجات اتحدثت، بقت احسن بكتير. الدبل فيس بقى فايدته حلوة جدا. ثانيا، التركيب بيبقى ليه فايدة للشعر اكتر، اللي هو لو شعرها ما بيطولش هي بتنسى، لان الشعر هو عقبة. لو هو ما بيطولش الشعر بتبقى عقبه من ناحيه، بتبقى نفسيتها مثلا بايظه، اللي هي تبص مثلا في المرايه تلاقي شعرها قصير، فاهمني؟ هي دي بقى العقبه. اما الشعر التركيب لما بنيجي نركبه دايما بيبان قدام ان هو طويل، فبالتالي اللي هي بتنسى ان شعرها قصير، فبيجي نيجي نفكه بعد 3 شهور بالظبط بيطول معانا. هو علميا عامه الشعر بتطول كل 3 شهور 3 سنتي 2 سنتي، مش اكتر من كده. بس هو بيبقى الأفيد في التركيب، بيطوله بسرعة، فبالتالي احنا بنفك الشعر ونركبه تاني. اصلا فوائد تركيب الشعر هو ملوش فوائد، هو فايده بس ان هو بيدي كثافة للشعر، بيدي الشكل الجميل للشعراية، بيديها روح بس. بخصوص النوع اللي هو تركيب الدبل فيس والثري دي، عايزين نعرف الناس يعني ايه دبل فيس ويعني ايه ثري دي. هو الدبل فيس هو يعتبر الثري دي، بس الثري دي الاحلى فيه ان بتبقى الشعرايه طالعه من اكنها طالعه من الجدر، ما بيبانش ان هو متركب. انما الدبل فيس عباره عن كاوتشه من فوق، فبتبقى بايخه شويه. بس طيب الموضة اللي هي موجودة في الشعر السنة دي ايه؟ يعني كل اللي بيتردد مثلا هنا في المكان او الطلب اكتر على ان هم عايزين يقصروا شعرهم ولا يخلوه طويل، فالموضة ايه، الشعر الطويل ولا الشعر القصير؟ قصير، القصير دلوقتي بيبقى ليه اشكال احلى، بيعمل بتبقى فيه قصات بقى، قصات جميله قوي بتبقى ماشيه مع البنت كده، بتبقى تحفه. وبعدين في الصيف حاجه وفي الشتاء حاجه، يعني بيبقى في الصيف اكتر الاوقات عندنا هنا بيبقى الشعر القصير احلى بكتير. ايه النصايح اللي انت بتوجهها للفتاة للعناية بشعرها؟ هو انا اقدر انصحها بحاجات كتير، يعني هو زي اولا مثلا لو في الصبغات مثلا انا بنصحها ان هي يعني موضوع الخصل تلغيه، موضوع الخصل ده بيدمر الشعر جدا. لو الصبغة لون واحد اوكي طبعا ما فيش اي مشكلة منه. تاني حاجة، في دلوقتي حاليا معظم الكوافيرات لما تيجي مثلا في كرياتين عندنا بيبدأ مثلا لو دخلت اي كوافير يقول لها مثلا في ب1000، في مش عارف ب900، فطبعا دلوقتي الناس بتبص للارخص ما بتبصش للاغلى، بس دايما الاغلى بيبقى تمنه فيه احلى بكتير، ما يضرش الشعر، ما ي... يعني في فوائد كتير جدا.